اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من صحافه الغد، نقلب فيها في اوراق صحف مصر الصادره اليوم الحد 12 يناير 2020. هنبدا وكالمعتاد بابرز العناوين اللي موجوده في صحف مصر اليوم الغد. من روزا اليوسف: ثلاث توجيهات رئاسيه للنهوض بقطاع الصناعه. من الأخبار: برسوم 19 مليون دولار عبور 72 سفينة لقناة السويس. الوفد: الكابلات المكشوفة مصائد الموت. المصري اليوم: الزراعة تضع الأسس التنفيذية لترقيم وحصر الثروة الحيوانية. أهلا بحضراتكم مرة تانية. هنبدأ ونشوف أول هذه العناوين، وهو من روزا اليوسف. الصفحة بتقول: ثلاث توجيهات رئاسية للنهوض بقطاع الصناعة. إيه هما الثلاث توجيهات اللي تم يعني الحث عليهم مباشرة من قبل رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ هما على التالي، على النحو التالي: واحد، الارتقاء بالصناعات اللي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية. 2، مواصلة تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة. 3، مراجعة التشريعات وتطوير المجمعات الصناعية المنتشرة بالجمهورية. التوجيهات دي بتترافق مع أمور أخرى ترتبط بها ارتباط مباشر، زي التدريب الحرفي اللازم، التطوير، التعامل بكفاءة مع فكرة الصناعات المغذية، لأن الصناعات المغذية بتساعد الصناعات الأساسية على العمل وبتسهل عليها. ثانيا، بتعظم الفائدة العائدة على الدولة وعلى القطاع الصناعي لما بيكون عندنا صناعات أكثر تكاملا حتى ولو على مراحل إنتاجية متنوعة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في هذا الموضوع قال إن الاجتماع الخاص برئيس الجمهورية تناول استعراض الرؤية الاستراتيجية المستقبلية لوزارة التجارة والصناعة والتركيز على الملفات الحيوية وأبرزها التطوير المؤسسي للوزارة ومراجعة التشريعات وتطوير المجمعات الصناعية المنتشرة على مستوى الجمهورية. ما ننساش ان عندنا مناطق صناعية جيدة جدا بينتظر ان ترى النور في المرحلة القادمة. الدولة في احد اللقاءات الجماهيرية في افتتاح مشروع يعني مش من وقت طويل، رئيس عبد الفتاح السيسي قال ان احنا بندي قطعة الارض مرفقة متكاملة بالاعمال الانشائية قائمة علشان نسهل ونخطي بسرعة تجاه انجاز المشروعات الصناعية. المستثمر يلاقي كل حاجة جاهزة، مرافقه واصلة، إنشاءاته تامة، خدماته موجودة، يخش. كل ما عليه أنه يحط خطوط إنتاجه ويبدأ يشتغل وينتج إنتاج حقيقي ملموس سواء للسوق المحلي أو للسوق الخارجي. عندنا مناطق المفروض أن المنطقة طبعا الخاصة بقناة السويس أو في محور تنمية قناة السويس هيكون ليها دور كبير في السنوات القادمة، لأنها طبعا هتعمل على خدمة شؤون الملاحة اللي هتتم، وكمان فكرة إن احنا نتحول إلى منطقة هب أو منطقة مركزية للنقل واللوجستيات وللصناعات المغذية وكمان للصناعات أو سلسلة التصنيع. يعني ممكن منتج يصنع في الخارج ثم الدولة تانية خالص لمرحلة معينة ثم يأتي يدخل إلى هذه المنطقة، يتم استكمال عملية التصنيع بمنتجات وأمور أخرى ثم يعبأ ويصدر أو يصدر بقى للخارج هنا كمنتج نهائي متكامل الأركان إلى العالم للاستخدام المباشر. نتمنى أن التوجيهات دي تكون محل الاهتمام الكافي من القيادات الخاصة بقطاع الصناعة ونتصور كذلك، لكن الأرض الواقع هي اللي هتحكم بيننا وما بين القائمين والمسؤولين عن قطاع الصناعة إلى أي مدى سيتم تنفيذ هذه التوجيهات بالسرعة المطلوبة. لا شك أنها ستنفذ، لكن السرعة دائما مطلوبة في هذا الإطار. في جريدة الوفد خبر عنوانه: التضامن تسمح بالجمع بين معاشين لذوي الإعاقة. تعالوا نشوف هذه القصة
لأنها فيها شوية تفاصيل يعني للي مش ملهمش علاقة بالملف بشكل مباشر قد تكون شوية مختلفة. رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللي هي الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وأيضا بصفتها القائم بعمل رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أصدرت منشور رقمه 15 لسنة 2020. طيب هذا المنشور يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين أو بين المعاش والأجر الكامل دون حد أقصى. جاء في المنشور إن في عدد من الشروط ينبغي توافرها لاستحقاق الجمع بين معاشين. تعالوا نشوف بسرعة كده يعني نعدي على هذه الشروط. أولا إن يكون المستحق ده مصري الجنسية أو من الأجانب بشرط المعاملة بالمثل، يعني يكون في بروتوكول أو ما شابه المعاملة بالمثل للمصريين الموجودين في هذه الدولة. اثنين الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودي بتصدرها وزارة التضامن الاجتماعي بعد ما تتحقق بكشف طبي ملائم وكافي ووافي عن الحالة الصحية لهذا الشخص ذوي الإعاقة، بتصدر له هذه البطاقة المميكنة والمعتمدة وصادرة من وزارة الصحة بعد التقرير طبعا اللي صادر من وزارة الصحة. بعد كده من أهم الشروط أن يتمتع المستحق بتوافر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة، مع مراعاة أنه عند بحث شروط استحقاق الأخ أو الإبن للعجز لا يكتفى ببطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات العجز عن الكسب، يتعين أيضا إثبات العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتطبق قواعد وأحكام القانون رقم 79 لسنة 75 الخاصة بحالات الاستحقاق، وقواعد وأحكام القانون 148 لسنة 2019 على الحالات اللاحقة على ذلك. المسألة ملخبطة شوية فيها تفاصيل كثيرة، لكن بالتأكيد الناس أصحاب المصلحة المباشرة يقدروا يعني يتوجهوا إلى الجهات ويطلعوا على كل هذه التفاصيل بشكل أكثر وضوحا. هم طبعا بيبقوا عارفين الإجراءات دي أكثر، والناس المواطنين المصريين اللي لهم هذه الأحقية بيكونوا مروا بما شابه قبل كده فعارفين المسألة بشكل أكثر وضوحا وسلاسة. موضوع في غاية الأهمية الحقيقة واكتوينا بناره في الفترة الأخيرة، الحمد لله يعني كانت حوادث قليلة عددا لكن كانت مؤثرة فينا جميعا، الكابلات المكشوفة وما تؤدي إليه من كوارث أو مصائب لأسر ولأشخاص تصل إلى فقدان الحياة في حالات زي ما شفنا مثلا مع الأمطار والسيول وتلميس الكهرباء نتيجة الأسلاك المكشوفة اللي أدت في بعض الحالات إلى صعق مواطنين ووفاتهم، وكان للأسف من ضمنهم أطفال، ودي كانت الحقيقة حاجة مأساوية جدا وضايقتنا جدا في وقتها، ويعني ربنا لا يعيدها بإذن الله. طبعا احنا دلوقتي في موجة طقس سيء، والوفد بتحاول انها تفرد مساحة لقضية الاسلاك الكهربائية العارية اللي في اعمدة الانارة في الشوارع، ويعني خدت جولة كده في شوارع المدن والمراكز والقرى وفي الاليوبية تحديدا الوفد ركزت عليها، اضطرت شركة الكهرباء انها تقطع التيار عن بعض المناطق ورفعت درجة الاستعداد والعمل على مدار 24 ساعة للتغلب على يعني نواتج الطقس السيء. لكن خلونا نناقش الموضوع ده بشيء من الاستفاضة مع الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف زيدان، الكاتب الصحفي بالأخبار. أستاذ أشرف أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا، مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين جميعا. مساء النور. أستاذ أشرف، بشكل سريع جدا وواضح، مشكلة الأعمدة الإنارة اللي فيها أسلاك مكشوفة ومعرضة للناس وللجو والمطر وما إلى ذلك، هي مسؤولية من بشكل قانوني في مصر؟ شوف، هذه المشكلة مشكلة مهمة جدا ومؤثرة على حياة قطاع كبير من أفراد الشعب. وفي البداية احنا نحب نقول بس نلفت النظر ان هذه المشكلة مشكلة موسمية، بمعنى انها تثار في موسم الشتاء مع سقوط الأمطار الغزيرة في بعض المحافظات الساحلية وبعض المحافظات في الصعيد. خطورة المشكلة دي ان سقوط الأمطار غالبا بيبقى فصل الشتاء، وفصل الشتاء هو فصل الدراسة، يعني الشوارع ممتلئة ومكتظة بالتلاميذ والطلاب الذين يذهبون الى المدارس والى الأماكن التعليمية، فبتبقى فرصة ان احد منهم لا قدر الله يتعرض للإصابة عالية. المشكلة دي فيها يعني فيها جزء مهم جدا اللي هو فتش عن المسؤول، ولأننا هنا اعتدنا على ان المسؤولية بتبقى يعني المسؤولية متداخلة
وعامله زي كره الثلج متدرجه وتزداد كل ما بتتحرك، بمعنى ان في جزء منها كبير في المحليات وفي جزء منها على شركات الكهرباء. في المحليات في المحافظات تتبعها وحدات الحكم المحلي والمجلس المدينه ومجلس القريه. تمام. وفي انواع من الاعمده بتتبع شركات الكهرباء، وبتبقى الصيانه عمليه الصيانه ليها مسؤوليه شركات الكهرباء. والبعض الاخر انواع من الاعمده بتتبع المجلس المحلي. طيب ما هي دي يا استاذ اشرف نفس مشكله الى حد كبير، مشكله الطرق اللي هو الطريق ده هيئه العمل للطرق والكباري ولا محافظه ولا محليه، يعني هي نفس بالضبط. مشكله بنلف وندور ونرجع تاني لنفس فكره تقسيم الاختصاص او حتى تقسيم المسؤوليات. لكن باعتبار ان دي كهرباء وشيء فني، لماذا لا تقول كل المسؤولية التقنية والهندسية والفنية إلى وزارة الكهرباء باعتبارها الجهة الأكبر في مصر اللي لديها هذه الخبرات الفنية والوعي التقني اللازم؟ لكن مثلا هذه المناطق التكلفة الصيانة هتخرج من ميزانية المحليات بتاعت محافظة الأليوبية، فتبقى محافظة الأليوبية اللي بتصرف، لكن اللي بيمارس المسألة هندسيا وتقنيا هم وزارة الكهرباء. في جزء، شوف انت قلت ايه، في جزء في المشكله اداري ومالي وفي جزء تقني وفني. يعني الجزء الفني والتقني عايز فنيين من شركه الكهرباء وهي اللي بتمد التيار. خلي بالك المشكله هنا كمان الكابلات دي ما هياش بس الاعمده، خلي بالك يبقى في غرف اللي هي المحولات. صحيح. غرف للمحولات وبتبقى موجوده في اماكن متطرفه او على جنب في الشوارع، والاماكن دي لما تنخفض بيها الطريق مع المطره فبتبقى بحيرة مية بتتكون فيها المية تتراكم فيها المياه، فبتبقى غرفة المحولات أو الكابلات عايمة في وسط بحيرة مية، فبتبقى عاملة زي فعلا مصيادة الموت أو الكمين. فالجزء التقني هنا لابد إن هو يبقى تبع وزارة الكهرباء. زي ما حضرتك أشرت للطرق، بعد ما هيئة الطرق بتخلص الطريق بتسلمه للمحافظة اللي بيقع في نطاقها عشان عملية الصيانة الدورية اللي كل سنة أو كل ست شهور. تمام. الجزء المالي هنا بقى ان الصيانه دي ليها فلوس، فبتبقى من ميزانيه المحافظه او المحليات، وان وزاره الكهرباء بتبقى ما عندهاش موازنه للصيانه لانها تقع في تخصص المحليات، فبيبقى في الاشكاليه دي. انا شايف ان الوضع هيتحل كثيرا لو عملنا الانتخابات المحليه وحلينا مشكله المحليات المتعطله عندنا في مصر عموما، وبقى في مجالس منتخبه للمحليات في القرى والمحافظات والمدن، بحيث انها تقدر تتابع هذه المشكله بدلا من كل حاجه لابد ان حضرتك بتتوجه لمقر المحافظ او المحافظه وهو مش هيشوف كل حاجه وما عندوش الاليات. لكن لما يبقى في مجالس منتخبه من الناس بتقدر تغطي كل الاطراف وكل المراكز اللي محدش شايفها، لان دي مسؤوليه مجتمعيه مهمه جدا تتعاون مع الاجهزه التنفيذيه. طيب استاذ اشرف، يعني المساله للاسف في بلد بحجم مصر واتساعها وبحجم الازمه الحقيقه صعبه وتحتاج الى وقت علشان نوصل. ده في حاله ان استقرينا في التو واللحظه على اليه الحل. الى ان يحدث ذلك هنفضل في كل شتويه مثلا لا قدر الله نسمع عن ده طفل، ده مواطن، ده مواطنه لا قدر الله يعني يفقدوا حياتهم او يتعرضوا لاصابات شديده نتيجه الصاعق بالتيار الكهربائي؟ هل في حلول من وجهه نظرك تسرع هذه العمليه؟ اتفق معك وارى ان هنا المفروض يعني ان يسارع. يعني هنا في تحرك ممكن يبقى ايجابي من نواب المحافظات في مجلس النواب والبرلمان، هم يسارعوا. يعني مثلا نواب محافظه دمياط المتاثره القليوبيه عندك الاعمده الغريقه اللي فيها المشاكل دي يتحركوا ويطرحوا اقتراح جماعي في المجلس على الحكومه انها توحد هيئات الصيانه للاعمده الاناره. انت عارف في جزء كمان المشكله دي ان حتى يعني وزاره الكهرباء او شركه الكهرباء بتقفل الاعمده دي وتسيبها بتتعرض للسرقه والاسلاك بتطلع علشان الباعه الجائلين اللي بيفرشوا بيقفوا جنبيها وعايزين مصدر للاناره. نعم. فبيسرقوا التيار منها ان هو يطلع فيه ياخد سلك وياخد منه وصله وينور عشان يقف يبيع. ففي جزء منها كمان في سرقات التيار، فهي عايزه حل جماعي لتوحيد الجهه المسؤوله بها الصيانه، وبالاتفاق مع شرطه الكهرباء بالمرور على الاعمده يبقى
جزء إداري وفني وجزء محلي من المجتمع المدني. نعم. وشرطة الكهرباء تراقب السرقات لأن السلوك بتطلع لغرض السرقة في الغالب، فبتبقى مكشوفة، ويبقى النواب هنا مسؤولين قدام دوائرهم إن هم يقدموا الاقتراحات دي ويلزموا بيها الحكومة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، الكاتب الصحفي بالأخبار الأستاذ أشرف زيدان، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه الرؤية والمعلومات. أتوجه مع حضراتكم إلى جريدة المصري اليوم وخبر جديد عنوانه الزراعة تضع الأسس التنفيذية لترقيم وحصر الثروة الحيوانية. نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة عقد عدد من الاجتماعات مع وكلاء الوزارة والمسؤولين علشان يضعوا مع بعض الأسس اللي هتنفذ على أساسها مسألة ترقيم وتسجيل وحصر الثروة الحيوانية بكافة أنشطتها لاستكمال قواعد البيانات الخاصة بهذا الأمر. المسؤول نائب وزير الزراعة قال إن احنا بنسابق الزمن لحصر ثروتنا الحيوانية وترقيمها في الفترة المقبلة، لأن قواعد البيانات دي هيتبني عليها قرارات بعد كده، المفروض إنها تكون قرارات سليمة وصحيحة وفي أوقات مناسبة. الغرض هو معرفة احتياجات المربين والمنتجين علشان تقدر الوزارة اللي هي وزارة الزراعة توجه لهم المساعدة اللازمة والدعم للمزارع النظامية، توفير سلالات سواء للحوم أو للألبان أو السلالات ثنائية الغرض. المهم إن نكون عارفين إحنا عندنا إيه عشان نعرف إحنا محتاجين إيه في الفترة القادمة. والنقطة التانية إن هو طول ما إحنا ما عندناش قواعد بيانات لأي شيء أيا كان، المسألة بسيطة وتبدو هينة، لكن أي شيء ما عندكش عنه معلومة صلبة وأساسية جدا زي هي إيه وأعدادها كام، ما تقدرش عمرك تبني قرار سليم وفي وقت مناسب زي ما قال نائب وزير الزراعة. وزير الزراعة طالب بأن يتم الحصر بكل دقة في كل قطاع بالتعاون طبعا مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية وممثل يعني من يمثلها في المحافظات اللي هي مديريات الطب البيطري، ويتم التوجيه أنه يتم حصر أعداد الماشية بشكل سنوي لمعرفة الأعداد والسلالات وما إلى ذلك. أيضا بيتم الآن دراسة إصدار قرار خاص بعمل مراكز تجميع الألبان علشان يعني ضبط مسألة تراخيصها وآليات عملها علشان يتم تحويل هذا الموضوع من الشكل العشوائي أو الغير نظامي إلى عمل أكثر تنسيقا ووضوحا، لأن دي مراكز بتجمع منتجات الألبان، يعني غذاء رئيسي جدا بيدخل في صناعات وبيدخل في كل بيت، فبالتالي لابد أن تكون المسألة محكومة بشكل أو بآخر علشان يعني نضمن السلامة والأمان الغذائي للمصري. هنروح إلى صحيفة الأخبار. برسوم 19 مليون دولار عبور 72 سفينة لقناة السويس. الخبر ده مش جديد علينا، كل وقت الهيئة بتطلع وتوضح لنا بعض الأرقام والأعداد المهمة. فريق أسامة ربيع رئيس هيئة القناة قال إن حجم عبور السفن ارتفع ل 72 سفينة في الاتجاهين النهاردة، إجمالي الحمولات الصافية 4 مليون طن، الإيرادات 19.8 مليون دولار. من بداية يناير تم تسجيل عبور 60 سفينة، إجمالي حمولات 4.8 مليون طن، إيرادات 20.9 مليون دولار. عبرت القناة يوم الاثنين اللي فات 66 سفينة، إجمالي حمولات 3.8 مليون طن، إيرادات 18.4 مليون دولار. وطبعا الأرقام دي على التراكم الإجمالي بقى على مدار العام بيكون ليها يعني أهمية قصوى. هيئة القناة من أكتر الهيئات في مصر الحقيقة اللي شفنا فيها هذا التنظيم والتنسيق والتدقيق في كل شاردة وواردة من حيث الأرقام، كل المعلومات والداتا موجودة الحقيقة في هيئة القناة، والحقيقة الهيئة لا تبخل بإعلان ده للرأي العام لأنه مهم نعرف حجم العمل اللي بيدور في هذا الكيان المصري وحجم أهميته بالنسبة لنا الاقتصادية، قد إيه في دخل موجود، وإدراكا طبعا لحجم المشروع الضخم اللي بدأوه المصريين من سنين طويلة جدا جدا، وما زال الممر البحري الأهم والأول على مستوى العالم. في المصري اليوم وخبر الحقيقة رغم يعني برودته لكن خبر يدخل الدفء على صدورنا جميعا. الخبر: الثلوج تنعش السياحة في سانت كاترين.
في صور على السوشيال ميديا انتشرت امبارح واول امبارح للتلج في مناطق سانت كاترين، مشاهد بديعة ربما لا يتخيل البعض اللي ما راحش سانت كاترين لا ولن يتخيل ان دي في مصر، لكن الحقيقة انها كانت في مصر. دي مصر، وسانت كاترين تقريبا ابرد منطقة على مستوى مصر في هذا التوقيت، وفي ظل طبعا حالة او موجة الطقس السائع او البارد اللي احنا بنمر بيها، وصلت التلج لمستويات واضحة جدا وارتفاعات يعني كبيرة في منطقة سانت كاترين تحديدا. منطقة سانت كاترين بترتفع عن سطح البحر 1500 متر، كيلو ونص. طبعا ده موسم رائع جدا لمنطقة سانت كاترين عموما، يمكن فرصة للمصريين أكتر من الأجانب، لأن إحنا اللي مش متعودين على رؤية التلج ومناظر التلج الأبيض أكتر من الأجانب اللي دولهم ده شيء طبيعي جدا. لكن في النهاية تظل سانت كاترين ليها سحر خاص وتفرد لا تجده إلا في هذه البقعة من أرض مصر. مهما حاولنا نوصفها الحقيقة هي سانت كاترين، يعني الرحلة الهامة جدا لصعود جبل سانت كاترين، سواء مراقبة شروق الشمس من فوق الجبل، والرحلة نفسها هي حالة. سانت كاترين كلها الحقيقة حالة مصرية رائعة بامتياز، وما زالت تتحدى أعتى وأهم وأبرز المزارات السياحية حول العالم. هنرجع ونلقى حضراتكم إن شاء الله في حلقة جديدة من صحافة الغد بكرة في نفس الموعد عبر شاشة النيل للأخبار. اصبحوا على خير.